خليني اروح لسياده النائب احمد بدوي. الحقيقه لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل كام يوم كده ناقشت مذكره للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطور قطاع الاتصالات لحد السنه اللي فاتت. لاي حد ساهمت اللجنه في تحقيق هذا التطور الواضح في قطاع الاتصالات؟ طيب خليني أكد لحضرتك، يمكن الـ الاجتماعات اللي تمت خلال الفترات السابقة، ويمكن اللجنة بتكون شريكة مع القطاعات التنفيذية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، احنا يمكن تركيزنا خلال المرحلة الأخيرة دي على وجه الخصوص عشان بنتابع كجهاز تشريعي أو قطاع تشريعي ورقابي قصة الشبكات، ودي بتخص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والإنترنت، ودي أيضا مشرف عليها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبتنفذها الشركة المصرية للاتصالات اللي هي تيليكوم ايجيبت. عاوز اقول لحضرتك ان لاول مره من عام 2016 او 2017 شركات خدمات الاتصالات حصلت على ترددات، لان انا النهارده في ظل المباني الكتيره والطرق، شبكات الطرق اللي موجوده ودي كلها محتاجه شبكات. اول حاجه كان توصيه لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان يتم تغطيه شبكات الطرق الجديده اللي بيتم انشائها اولا باول، سواء الطريق الإقليمي اللي بيضم حوالي أكثر من 400 كيلو بيمر من عدد كبير من المحافظات. حضرتك دلوقتي امشي على الطريق الإقليمي هتلاقيه متغطي منه، عشان ما بقاش مبالغ، أكثر من 85% شبكات، وإحنا طلعنا توصية الأسبوع اللي قبل الماضي بأن يتم تغطية باقي الطريق ال 15 أو ال 20% ده بالنسبة للطريق الإقليمي، بحكم أن ده يمكن أكبر أو أطول طريق شوية. عندنا الطريق الأوسط النهاردة تم تغطيته 100% عشان يبقى المشاهد عارف أن كل الطرق دي متغطية بشبكات. عندنا طرق الصعيد، الفوكة، كل ده النهاردة، الطريق الساحل، الطرق المختلفة. هكون واضح جدا مع حضرتك بقى، هتقولي انت بتسايبين القرى والمدن ليه؟ لا طبعا، المدن وضعناها في مقدمة اهتماماتنا، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حدد عدد بالتنسيق مع شركات خدمات الاتصالات عدد كبير من الشبكات بيتم تركيبها. انا هكون واضح استاذة انجي مع حضرتك، الشهر اللي فات احنا طلعنا توصية من لجنة الاتصالات بتغطية جزء كبير جدا من التجمع الأول والتجمع الخامس وعدد من المحافظات، هذكرها منهم محافظة كفر الشيخ ومحافظة أسيوط وعدد من المحافظات الأخرى. طيب جميل. في بعض المناطق، ما أنا هقول لحضرتك إيه المشكلة، نزلوا يركبوا الشبكات يا دكتور، حدث اعتراض من الأهالي. الأهالي حدث اعتراض تاني، حدث أنا جالي ورق متوقع من بعض الأهالي بيقولوا لا احنا معترضين، بس الشبكة بتأثر. عاوز أقول لحضرتك بقى، أنا عملت لجنة واثنين وثلاثة لجان مشتركة وجبت كل المنوطين بإصدار التراخيص والجهاز شو البيئة الصحة، وهعمل سبوت شوية على الصحة. سألت الصحة سؤال واضح وصريح، وكان حاضر كل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات وكل الناس كانوا موجودين، الحقيقة كان الإعلام موجود، عشان الشبكة بتأثر ولا ما بتأثرش، ثبت علميا بأنه لا يوجد ما يفيد او لا يوجد ما يذكره البعض بان الشبكات او محطات المحمول بتؤثر. كل الشبكات اللي راكبه او محطات التقويه اللي راكبه في مصر في المحافظات والمدن والقرى مطابقه للضوابط والمعايير، استحاله يركب شبكه محمول تاثر على السكان. طبعا. طب موضوع الشبكات المحمول اللي دايما كلنا عندنا مشكله فيها، انا بطلع البلكون علشان اسمع تليفون وانا بتكلم، والكوميكس اللي بنشوفها طبعا على السوشيال ميديا، في مشكله حقيقيه في شبكات المحمول؟ انا مش النهارده هنحلها ازاي؟ انا النهارده مش بقول لحضرتك في الانترنت خدمات الانترنت. تمام. انا النهارده مش بقول لحضرتك ان انا ما عنديش مشكله، لا انا عندي مشكله، بس بقول لحضرتك ان في شبكات كتيره ركبت خلال الفتره اللي فاتت، وهناك 1200 برج هيتم تركيبهم، بدأوا تركيبهم من يناير حتى إن شاء الله بإذن الله يمكن يونيو اللي جاي هيتم تركيب حوالي 1200 برج. بس المشكلة في جزء، مش بقول المشكلة الكبرى، إن يعني في بعض القرى أو بعض المناطق الناس بتعترض. طيب إحنا حلينا جزء من المشكلة، إحنا كنا ناقشنا التعديلات الجديدة في قانون تنظيم الاتصالات. قانون تنظيم الاتصالات ده كان صدر من 2002 أو 2003، ما تعملوش تعديل، الحقيقة الحكومة عملت تحديث وإحنا ناقشناه وتناقش في الجلسة العامة ووافقنا عليه. بعد هذا القانون أصبح، كان قبل كده كان في أجهزة بتدخل غير مطابقة للضوابط والمعايير، بيجيب جهاز كده اللي هو التقوية، هذا الجهاز بقى
لا نعرف اصله ايه ولا فصله ايه، وده مخالف على فكره للضوابط والمعايير. ممكن حد يركب بيته، ده بيأثر على مساحه كبيره جدا ويأثر على المنطقه كلها. يعني يبقى قوي جدا في الشقه بتاعتك او البيت بس بتاعك، مأثر على ويأثر على المنطقه، وعلى فكره بيأثر على مساحه كبيره جدا جدا جدا. بيتم التنسيق طبعا. طيب ممكن تقولي طب انا ذنبي ايه؟ انا ما عنديش شبكه لاول مره، وده على فكره يمكن ده الجديد، لاول مره سمح لشركات خدمات الاتصالات ان هي تجيب هذه الاجهزه اللي هي اجهزه تقويه الشبكات، بس بتبقى اجهزه مطابقه للضوابط والمعايير، وبتدخل بصوره رسميه، وقبل ما بتدخل البلد بيكون الجهاز القومي لتنظيم اتصالات موافق عليها على دخولها، وبينزلوا يقيسوا الجوده. انت عندك مثلا شبكه ضعيفه، بينزلوا يقيسوا الجوده عند حضرتك ويتم تركيب الجهاز. وده على فكره يمكن اتخذ بيه قرار. ده دلوقتي انا اقدر اكلم اكلم الشركه يعني يمكن خلال طبعا خلال شهر. انت عندك شركه كذا، احنا عندنا اربع شركات خدمات اتصالات. اي شركه انت تابعه اليها بتتواصلي معاهم وبيتم تركيب ده. بينزلوا بس مش بيركب كده، بينزل حاجه اسمها بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يقيس الجوده ويركبوا هذا الجهاز رسميا بدءا من الشهر القادم. يعني من مارس؟ من مارس. من اول مارس من ولا اول مارس؟ من اول مارس هكلم الشبكه اللي انا تابعه ليها. تمام. الشبكه عندي وحشه يا جماعه في البيت، هيجولي ينزلوا يقيسوا الجوده ويركبوا. ده جهاز بيبقى رسمي. في ناس بقى ممكن بقى بيبقوا في الدور الارضي او تحت خالص او كلام من هذا القبيل. مفيش بقى نظام الاجهزه، لان دلوقتي احنا جرمنا وشددنا العقوبات في الاجهزه اللي هي بتيجي ما نعرفش مصدرها ايه وبتتركب، اللي هي دي بالفعل اللي بتاثر على الجوده بشكل كبير جدا جدا جدا. تمام، ده كلام مهم. طب هيبقى الخدمه دي كبيره يعني او بفلوس كتيره؟ لا 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 خالص، هيحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. حاجه في يعني سهله يعني. لا لا سهل. المهندس حسام الجمل يمكن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دائما وابدا، يمكن حضرتك تابعت خلال الفترات اللي فاتت دايما الحقيقه بننسق معاه، لا بيبقى هدفه تحسين الجوده خلال الفتره اللي جايه. ده غير بقى انا عاوز بس اقول حاجه مهمه جدا قبل، عشان ما حدش يقول وقال يبقى انتوا عاملين بقى القصه عشان تنفعوا شركات خدمات الاتصالات. لا، التركيز الاول وبنضع في مقدمه اهتماماتنا تغطيه تغطيه المناطق اللي هي ما فيش فيها شبكات من خلال ابراج المحمول اللي بتركب. ده الاساس بالنسبه لشركات خدمات الاتصالات، ويمكن ده هيسهل شويه الفتره اللي جايه، لان زي ما قلت لحضرتك الترددات دي كانت الشركات ما بتاخدهاش من خمس اعوام، النهارده لا بيتم. الجزء الاخر في الاجتماع اتكلمنا فيه يعني على تشجيع الاستثمارات في صناعه تكنولوجيا المعلومات، والدوله المصريه يمكن توطين صناعات، ويمكن ده لاول مره حضرتك شفت لقاء رئيس الوزراء امبارح مع عدد من الشركات العالمية عشان توطين صناعة المحمول. لأول مرة إن شاء الله هيبقى عندنا أكثر من مصنع لتصنيع المحمول في مصر جدا. ودي شركات يعني شركات كبيرة جدا، مش هينفع إن احنا طبعا نقول اسمها في البرنامج. خلاص تم التنسيق والاتفاق بالأمس على ده، هتلاقي خلال الشهور القليلة القادمة في العاشر من رمضان وفي المناطق التكنولوجية المختلفة شركات عالمية بتصنع المحمول بشراكة مصرية إن شاء الله. طب سؤال جاي من الجمهور من كبار السن، هل صحيح كبار السن النت هيبقى مجانا ليهم؟ هو ده الحقيقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيدرسه. هو كان الاول قالوا بخصم، واحنا عرضنا خلجنا على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالنسبه لكبار السن، لسه ان شاء الله ناخد قرار بيه باذن الله. قرار ايجابي بقى ان شاء الله باذن الله. عايزين دول سينيور سيتيزنز بتوعنا يعني ان شاء الله محتاجين نتكلم. عاوز بس برضه بالنسبه لموضوع تحسين خدمات الانترنت، ده موضوع مهم، لان بعض ممكن تلاقي ناس يقولوا لك طب النهارده احنا خدنا توصيه ايضا في اللجنه، ده دور مهم كان لجنه الاتصالات يا دكتور، ان اي مدرسه وزاره عملنا الحقيقه واحنا كنا موجودين ما بين وزاره التربيه والتعليم في بروتوكول دلوقتي ووزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اي مدارس هتقدمها وزاره التربيه والتعليم لوزاره الاتصالات فورا اليوم الثاني مباشره هيتم توصيل الخدمات الالياف الضوئيه للمدارس، لان احنا بنتكلم في التعليم عن بعد. تمام. مش هيبقى عندي مشكله خالص خلال موضوع الانترنت خالص. سؤال في 30 ثانيه، فضل. مكاتب البريد اخبارها ايه معاكم النهارده؟ الحقيقه ما فيش مكتب بريد بيتم انشاؤه الا بيتم توصيل الخدمات الرقميه فيه. النهارده مكتب البريد ما اصبحش بقى زي زمان نظرف وجوابات، لا دلوقتي النهارده تقدري تطلعي شهاده الميلاد من خدمات الاحوال المدنيه. صحيح. من مكتب البريد النهارده الشهر العقاري في البريد، النهارده الخدمات المروريه شهادات براءه الذمه تطلعيها من مكتب البريد. دلوقتي يمكن كنت مع دكتور شريف فاروق في اجتماع رئيس الهيئه القوميه للبريد في الاجتماعات اللي فاتت، وتم التنسيق ويمكن خدنا توصيه بان
كل مكاتب البريد خلال الفتره الجايه يتم تزويدها بماكينات اي تي ام، مفيش مكتب بريد مش هيبقى فيه مكنه اي تي ام. الجزء الثاني كل الخدمات الرقميه هتبقى موجوده في مكاتب البريد. والنهارده انت شايفه شكل البريد الحقيقه، يمكن الزملاء في الهيئه القوميه للبريد عاملين مجهود، تشوف المنظر والشكل والمضمون جميل. حاجه ما شاء الله يعني. أشكركم والله، الحوار مع حضراتكم ممتع ومهم، وفي أخبار مهمة بتهم كل مواطن. كنت أتمنى الحوار ده يبقى فترة أطول عشان نعرف حاجات أكتر، بس أكيد هيكون لينا يعني لقاءات أخرى قريبة جدا إن شاء الله، لأن يعني النهاردة بسم الله ما شاء الله معايا اتنين من رؤساء اللجان النوعية المهمة جدا في مجلس النواب، واتنين يعني من كبار نوابنا. شكرا جزيلا لحضراتكم، نورتونا. الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة وزنة في مجلس النواب نورتنا يا دكتور، والنائب الأستاذ أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب نورتنا. والحقيقة تفاصيل كتير عن أعمال اللجان النوعية في مجلس النواب بتكون بعيدة عن الأضواء رغم أهميتها الكبيرة جدا. احنا النهاردة حاولنا بقدر إمكاننا وبقدر الوقت المتاح ان احنا نلقي الضوء على الدور اللي بتقوم بيه لجنة الخطة والموازنة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللي بالفعل قدروا خلال الفترة الأخيرة انهم يقدموا انجازات مهمة في مجالات حيوية جدا، سواء من خلال الدور التشريعي او دور الرقابة والمتابعة، والهدف في النهاية هو خدمة هذا البلد وتحقيق مصلحة شعبه. اشكركم شكرا جزيلا، بكرة مصر جديدة ان شاء الله.